السلام عليكم طفيلات، شحالكم؟ ياك لاباس؟ ديك بخير ان شاء الله، تعودوا بخير وخير. مرحبا بكم معايا على اول فيديو من ذا النوع في قناتي. طبعا والله هذا الفيديو ما الصراحه ما ماوش كتسمعوا ولا عني نصوره، ولكن شفت راسي بطيت على القناه وقلت تعال كاع نلفت الكاميرا ونصور ذا اللي نعدل ونشوف لعاد يعجبكم ذا النوع من الفيديوهات. نتمنى نطرح لكم نرضى الله، إلا ما عاد يعجبكم صافي ليعود أول وآخر فيديو إن شاء الله. صافي بديت معكم هذا الفيديو من عقب الغدا، طبعا هو رانا تغدينا وقيلت وعيت وميقات الخمسة والله ستة حد نقمسان ليه نغسل ماعين الغدا. صافي هذا ماعين الغدا اللي قاعدة نغسل، نغسلهم غريك كاملين. طبعا هذا الفيديو والله لا موشي كاع كنت ظانة عني نصور صراحة، قلت والله دني نصور وان شاء الله بحطي هذه الفيديوهات نشوفو عاد يعجبكم ولا مو يعجبكم. ما تنساو ديروا لايك وتشتركوا في القناة. صافي ذي الكسر انا سميت نغسلها وشفت قعرها مطبع شوي فيها طبايع ورفت سجيكس وتميت نحكها، والله لا صبعي واجعني لا رديت البال ذاك الصبع الاول اللي راه شقته للسماء داي لمس الصابون ولا لمس وجهي يقوم يحرقني. وصافي حكيت ديك الكاسرونه بالعجله بجيكس جيكس رقيق منقذ المهام الصعبه، جيكس رقيق ما نصيب عنو دايما مطرح حدايا. صافي ذاك اللي شفته اكحر وما اكحر ولا مجيكس يعني من شللت الكاسرونه صافي عن جيكس يكحل. وصافي وهنا الحجم الحاله نهاية الشهر تعرفوا الثلاجة خاوية، وقلت ليه نمسحها وننقيها من بين المعجات الخضراء وذاك الشي باش منين تجي ديك الروينة تجبر بعد الكوزينة نقية باطل الثلاجة نقية. صافي بديت هون نبذل الشبك اللي دايرة فيهم الخضرة، باقي فيهم لا شوي من الخضرة شوي شوي من الحاجة. صافي لي نغسلهم ضري يكون نشفهم ونقعد معاكم التلاجة ان شاء الله. هون جبت زيف نقي وقعدت نمسح بيه الخضره، طبعا انا الخضره ما نغسلها ابدا، ما نغسلها الا نمسحها ونديرها في الثلاجه. صافي منين نولي نستعملها حتى اني نغسلها بيه لفتي غسلتها ما تطول لي في الثلاجه بالعجله تخسر، راكم عارفين الرطوبه تخسر الثلاجه. صافي هذه الباطه هون كانت ديال الشكلاط ندير فيها النعناع مسحتها حتى هي كانت منديه شوي، ذاك الرغوني خسر الخضر ويخسر النعناع وخسر كل شيء. صافي نمسح كل شيء، المهم هذا نص حامضات باقي بار، المهم واحد شي من الحاجه ديك البط ديال الشكلاط حتى هي مسحتها. صافي هون مسح، راني مسحت الثلاجه لما ظهرت لكم ذاك الشيء مزيان بيا ما عندي منين نطرح الكاميرا. صافي كملت انا من الثلاجه ومشيت قعدت استراحت وسميت نخرص في التليفون، راني نعات 9:30 ديال الليل حتى راني قمت نعدل العشاء. وصراحه راني لين قبضت الحوته وعدلت كفته وذا الشيء ودرت لاصوص حتى راني حاجه اللي نصور، قلت راني نفد الكاميرا نكمل الفيديو. المهم ما صورت معكم لاصوص، ما صورت معكم الكفته شعدت الان. المهم هذه الكفته ديال البوري، الحوت ديال البوري صراحه ما يعجبني، ما يعجبني في الفران وما يعجبني مقلي. الحل الوحيد اللي جبرته هو نعدلو كفته ونعطيه العطريه وتوفو نديروه في الطاجين يجي زوين على الاقل كيلعتي بعد توكلي السردين. ديال الحوت ديال البوري راكم عارفين ذاك الحوت اللي يديروا منه المصريه الفسيخ، انا بعد ما يعجبني الحقيقه ما افكاركم كيف ولا بدا. الحل اللي جبرت له هو انت منعدلو كفته وتوفو نعطيه العطريه والحامض باش يتنسم شوي وتوف. صافي هون بديت نغسل ذو الماعين اللي خدمت فيهم في العشاء، المهم الطحانة راهي حاضرة بقوة، نطحن فيها العصير نطحن فيها
لاصوص ديال مطيشه كلشي نستعملو فيها صافي ديال الشلل الماعين وكلها اللي يردوا البلد ان شاء الله ونكمل معاكم. المهم هذا الفيديو راه مليان من الصابون والحك صافي هون هذا البرج ديال الماعين تبارك الله شي فوق شي. المهم ما جبرت له طريقه باش نظرو دارت فيهم ديك الشبكه مؤقتا. المهم قبضت هاد الطواس ديال الفران كنت مطيبه فيهم الخبز اليوم وخاصني الصراحه كل مره ملي نطيب فيهم الخبز ضروري نخض عليهم الجكس بكلا ما غسلتيهم اللي يتعلقوا يقعد شي فوق شي واخا تغسليهم ولا بالحكاكه العاديه ما ينقلع داك الشيء خاصك ضروري الجكس تخضي عليهم عاد بكل غسله ديال الخبز الا ما عدلتيها لهم يتعلقوا الطواس. واخا راني دائما نحكم بالجكس يا الله لا مازال فيهم ذاك ما هو كيف العادو جداد كيف اللي كانوا النهار الاول فيهم شوي من ذاك ما هو ياسر الا شوي رمي مشكله الدوام على الجكس اللي يقلع ذاك كامل ان شاء الله وصافي درك لي نخض عليهم كاملين. هون هذا الفيديو والله الا مقاتله مع ذا الجكس بيا صبعي واجهني فيه بونت سيف صاك ما عارفين بونت سيف منين يعود في الصبع يعود الله اللي مسك يعقرك والله مقاتله في ذا الفيديو صافي لي نشللهم نخليهم يستقطروا حتى هذا الباني ديال الغسيل الماعين لابد نوحض عليه كالنوبة عقب غسيل الماعين حتى هو الى ما نغسل كالنوبة اللي هي تعلق خصوصا من التحت يعود فيه ذاك الدهون وذاك الشيء تكبوه في لافافو ما يظهر لك خاصك ضروري حتى هو عقب منين تغسل الماعين تغسليه تاخذي ريحة هو اوني وجفير وتخليه يسكتر ولافافو حتى هو صراحة لافافو ما هو دايما نغسلو به ما كيتعلق لي دايما كدي يلو صافي ضروري نغسلها ولا باش حتى مرام يعودوا معلكين مع الاستخدام الياسر ترك كل ساعه تردم كل ساعه تردم يطبعوا يتوسخوا يدسموا ضروري حتى هما تاخذي عليهم حكاكه شوي الصابون وصافي واللي تلاحظي الفرق حتى في الباش بين يعودوا نقيين سبحان الله يعطوا فرق في الكوزينه والله جربوا وردوا عليا هون لحقني الحال مزيف الكيسان وحكذا كامل بالجكس في اليوم في الصباح انا هذا الشيء نصوركم راه في الليل ولكن راني حكيتهم بالجكس في الصباح صافي وخليتهم تبارك الله يلمعوا ما شاء الله وصافي نشفتهم مزيان وحيدت منهم هذيك الضبابه وهون جيت نجمع هذا البيت كيف تشوفوا معايا راني مفرش لا شيء بسيط لاني ساكنه في الدشره لا مؤقتا وصافي فرش لا لبدات وصيد عاديين دبشي كامل مزالكم دبشي كامل في السمارة ما جبتو معايا للدشرة وصافي ساكنو هنا مؤقتا صافي كان هذا هو الفيديو اليوم خفيف ظريف خليت لكم الراحة وما بس.